بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد. أولا أشكر فخامة الرئيس قيس سعيد بما قدمه من مجهودات أثناء ترأس شقيقة تونس لهذه القمة، كما أشكر من خلاله كل الشعب التونسي الشقيق. ونفتتح أشغال الدورة 31 بقمتنا. إذن على بركة الله وبسم الله الرحمن الرحيم، أعلن افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 31، وأدعو السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء كلمته.